بعد رأي ده، ولكن ممكن جدا ان يستمر. النص الثاني للفضل، الفضل يا شيخ السيد رئيس الجمهوريه، اولا وقبل كل شيء احنا كنا الا فقط باش نفرض هذه التعليمات ونخشوا بسبب الخير على كل حال على مستوى الوطني وعلى مستوى الولايه. الحقيقه المنافقه موش فقط الارقام اللي نشوفوا فيها اليوم، يعني انا اعرف الشرط القيود 9 ملفات ولا 10 ملفات، ولكن العمل تاعنا الاساسي هو اننا نرافق المستثمرين، موش فقط هذا تعرف عن القيود، كان يمكن مخصوص رخص بناء، كان يمكن مخصوص كان عنده مشكل مع ومحترم مع البيئه، كان عنده مشكل مع البلديه، هذا العديد فيهم فعلا القيود وضم بالنسبه لنفسهم ولنا حوالي 10 ساعات قناة إلكترونية في الجزائر.